غزة اليوم على غير عادتها، إنها استفاقت على دماء وجثث ضحايا، بدلوا لون الحياة إلى الأحمر القاني، فمشاهد الدمار والخراب عمت مختلف أرجاء القطاع الذي فيه من معاناة طويلة تكفي سكانه وزيادة. الغارات المكثفة على غزة جاءت في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من حصار مشدد يضرب بل يصيب بالشلل معظم قطاعات الحياة. في دفقة واحدة ما يقرب من 100 إلى 140 مصاب، مقطعة أوصالهم، أيديهم، أرجلهم، مبقورة بطونهم، مهشمة عظامهم، رؤوسهم مهشمة. هناك كثير منهم حضر أو أحضر إلى مستشفى الشفاء، وقد خرجت مادة المخ إلى خارج الجمجمة. حقيقة كان الوضع كارثي بما تعنيه الكلمة. وأنا مروح فما لقيت إلا صاروخ نزل وتدشرت زي هيك، لقيت الإصابة جت فجرة وقعدت على الأرض. بعدها صرت أزعق بإسعاف، ما لقيت شباب يجوا اثنين حملوني وحطوني في السيارة وأخذوني على الشفا. جيت على الشفا هنا وودوني على غرفة العمليات. بعد من العمليات ما صحتش يعني بالمرة إلا بعد ساعتين. ما لقينا إلا الصواريخ إلا فينا الطخوب، بس صحين على الصواريخ ما بنعرف كيف يعني إيش صار إيش جرى، ما بنعرف إيش إيش، بس صحين على الصواريخ ونقول حسبي الله ونعم الوكيل. عدد الشهداء حتى الآن فاق 310 شهيد، عدد المصابين 1500 مصاب، والأمر مرشح لأن الإسرائيليين منذ الأمس بدأوا يقصفون المساجد ويقصفون البيوت السكنية. حيث باتت المؤسسات الصحية تعمل بأقل من الحد الأدنى المطلوب لتقديم الخدمات، أعداد ضخمة من الجرحى تجاوزت 1500، وصلت في آن واحد إلى مستشفيات القطاع شبه المشلولة، لتعمق أزمة هذه المؤسسات وتظهر حجم عجزها عن الإيفاء بما يطلب منها. أيضا هناك نقص في الأدوية، فلو تخيلنا أن قائمة الأدوية التي لم تعد موجودة في وزارة الصحة يقرب من 94 دواء إلى 100 دواء. إنه هنا الوضع بالمرة صار في الشفا، فيش دواء، فيش علاجات. أنا يعني بالصعب لما بيجي بده يعطيك حاجة، فيش علاجات في المستشفى نهائي. وفي شباب كتير استشهدوا يعني من قلة الأدوية والنزيف، يعني في شباب بتموت مع النزيف وهم مش قادرين يعملوا لهم حاجة. يعني أنا إصابتي يعني لو ما أنها خفيفة كان يعني الله أعلم كان صار في حالي. الحمد لله رب العالمين. يعني في ناس غير يعني بالمرة مأساة عندهم مش قادرين، في ناس بتموت يوميا عنها. وضع الاقتصاد صعب، فضل عدة شهور من الإغلاق للمعابر. أعتقد الأدوية معظمها نفدت في المستشفيات، ما فيش أي نوع من الرعاية الكاملة الطبية إلا الشيء اليسير. رصيدنا صفر في 230 صنف من المستلزمات الطبية. هناك الكثير من الأجهزة الطبية متعطلة، بعضها قد انتهى عمره، وبعضها لا نجد قطع غيار لإصلاحه، وبعضها لا نجد الفنيين لإصلاحه. هناك أيضا الحاجة الماسة إلى قطع غيار لمولدات الكهرباء ومولدات كهرباء. كما يعلم الجميع أن الإسرائيليين يمنعوا الكهرباء عننا في أوقات كثيرة، ويمنعوا دخول السولر الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، وتنقطع الكهرباء حتى عن مستشفياتنا أحيانا من 16 إلى 20 ساعة يوميا، وبالتالي هناك استهلاك لمولدات الكهرباء العاملة في المستشفى. كثير من الملبوسات والأدوات الطبية نحتاج إليها، وخاصة بعد هذا الاستنزاف العنيف
في الأيام السابقة. بدهم يخلونا نموت يعني، بدنا أدوية، خلينا نعيش، خلي المرضى يعيش، بدنا أدوية كل شيء يعني، هيك يتركونا نموت. نقص حاد في الأدوية ومستلزمات الإسعاف الأولي والعلاجات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية العاجلة دفعت جمعية إغاثة العائلات إلى الإغاثة العاجلة وتقديم بعض المواد الإسعافية للمئات من الجرحى. جرحى غزة الذين تلقوا المساعدات الطبية الطارئة والذين هم بحاجة حقيقية إليها، أبوا إلا أن يوجهوا الشكر لمن يشعر بمعاناتهم وأناتهم. فدامت القلوب العامرة دائما بالخير. احنا بنشكر الجمعيات ونشكر كل واحد بقدم للأسرة الجرحى وبقدم لهم حاجات، بنشكره احنا شكر كتير انه بطاوع الجرحى وبقدم لهم يعني الأدوية وبوفر لهم الراحة التامة. طبعا بنشكر لكل واحد بقدم لنا الأدوية وبقدم لنا قدر المستطاع، طالما بقدم لنا يعني مشكور هذا كتير، وهذا بنعتبرها يعني من إخواننا من العزيزين علينا. ونشكر إخواننا في جمعية إغاثة العائلات أيضا على ما قدمته من جهود طيبة وإن شاء الله مباركة لهذا الشعب المسكين الذي يرزح منذ فترة طويلة تحت الاحتلال. ونقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولا تنسوا إخوانكم المحاصرين، فجودوا بما جاد الله به عليكم وسوف تجدون ذلك إن شاء الله في صحائف أعمالكم يوم القيامة. بنشكر أول شيء للمؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني، خاصة الأمور الرعاية الطبية ولهذه الأدوية، ونتمنى منهم جميعا أنهم دائما يساهموا في خدمة هذا الشعب في الأمور الطبية بالذات. شكرا كتير كتير، نشكرهم ونقولهم شكرا.